من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على رسوله الكريم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، مشاهدي الكرام، في مرة كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جالس مع صحابته، ودخل عليه حد من أقرب الأقربين ليه، كان خاله سيدنا سعد بن أبي وقاص. وفجأة سيدنا سعد بن أبي وقاص يطلب طلب غريب من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويقول له: يا رسول الله، ادعو الله لي أن أكون مستجاب الدعوة. الله أكبر، سيدنا سعد بن أبي وقاص كان أمنية حياته، هو عنده أماني، عنده طموحات، نفسه لما يطلبها من ربنا سبحانه وتعالى: يا رب أبواب السماء تقعقع، أبواب السماء تفتح. وبعدين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حط له الحل، قال له: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. يا قد كده أكل الحلال مهم؟ قد كده تحري أكل المال الحلال مهم؟ طبعا مهم، ومهم جدا. ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن احنا نكسب ونربح ونسترزق مما في خزائن الله سبحانه وتعالى في الأرض. قال الله سبحانه وتعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. بس حط لنا شرط مهم، قال في آية تانية: وكلوا مما رزقكم الله، نعم، حلالا. يبقى لازم أكل يكون حلال، رزق يكون حلال، مكسبي يكون حلال. الشرع ما عندوش مشكلة إن حضرتك تكسب، تجمع من الأموال ما تشاء وما تريد، ولكن بشرط لازم يكون من حلال. عارفين يا جماعة، في مرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان قلقان على أمته في آخر الزمان، وقال كده: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ماذا كسب، أمن الحلال أم من الحرام. اوعى إيدك تتمد على حرام، اوعى إيدك تتمد على مال يتيم، اوعى إيدك تتمد على مال فيه رشوة أو فيه ظلم للآخرين. حاول تطعم نفسك وتطعم أولادك المال الحلال. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيطمنا يا جماعة: رزقك هتاخده، والله رزقك اللي كاتبه لك ربنا هتاخده، مفيش داعي بقى انك تروح تلف وتاخده من حرام. سيدنا النبي يقول كده: إن روح القدس، سيدنا جبريل يعني، نفث في روعي أنه لن تموت نفس، مش هتموت، حتى تستوفي رزقها وأجلها. طب إيه المطلوب يا رسول الله؟ قال: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإنما عند الله. عايز رزق، عايز صحة، عايز عافية، عايز ستر، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله. يا جماعة مهم جدا نخلي بالنا من أكلنا ومن رزقنا ومن مكسبنا. ما تستعجلش، رزقك هيجيلك، بس خده بالحلال. وصدق من قال: لا تعجلن، فليس الرزق بالعجل، الرزق في اللوح مكتوب مع الأجل، فلو صبرنا لكان الرزق يطلبنا، ولكن الإنسان خلق من عجل. يا جماعة مرة رجل من عية القوم دعا سيدنا أبو بكر الصديق لوليمة، وأكل سيدنا أبو بكر من هذه الوليمة، وبعد ما أكل عرف رضي الله عنه وأرضاه أن هذا الرجل قد اشترى هذا الطعام من مال الحرام، من مال تكسبه من الكهنة. عارفين سيدنا أبو بكر يعمل إيه بعد ما أكل؟ سيدنا أبو بكر يضع أصبعه في فمه ويستقيء ما أكل، حتى إن سيدنا الإمام ابن سيرين يقول: ولا نعلم أن أحدا استقاء من طعام أكله إلا أبو بكر الصديق. يا جماعة إحنا محتاجين نركز في كل جنيه يدخل جيبنا، لأننا هنسأل عنه يوم القيامة سؤالين: من أين اكتسبت؟ وفيما أنفقت؟ وسيدنا الإمام الشافعي يقول لنا: توكلت في رزقي على الله خالقي، وأيقنت لا شك أن الله رازقي، وما يكن من رزقي فليس يفوتني، ولو كان في قاع البحار العوامق، سيأتي به الله الكريم بفضله، وإن لم يكن من اللسان بناطقي، ففي أي شيء تذهب النفس حسرة، وقد قسم الرحمن رزق الخلائق. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا الحلال وأن يبارك لنا فيه، إن ربي على ما يشاء قدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. شكر الله لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.